الفترة الأولى فصل أصلا أحتاج نسمع حضرتك لما تقول لي انطباعك عن ما شفت. بالنسبة لانطباعي لهذه الزيارة كان انطباعي جيد، ما لاحظته في ابني من تغيرات سابقة حتى تغيرات في المنزل من حيث نطق الكلمات والعبارات، أيضا في عملية تجميع الحروف في تشكيل الحروف وأيضا في شخصيته. ما شاهدته اليوم من طلاب ولست مجاملا في ذلك، وإنما هي الحقيقة أن الجميع وليس مجموعات بسيطة، وأن الجميع كلهم يدخلون مهارة القراءة ومهارة الكتابة، ولا تقف على ذلك الجانب، وإنما رأيت أيضا في عملية التعلم أن الطالب هو الذي يتعلم بذاته، التعلم الذاتي هو الذي شاهدته، أن الطالب هو الذي يتعلم وكيف ينتج الكلمة وكيف يحاول حتى في علاج الحرف وكيف إتقانه بالشكل الصحيح دون تدخل المعلم، وهذا يعتبر نجاح أساس أن الطالب هو الذي يتعلم بذاته. أيضاً شاهدت أن الطلاب لديهم المهارة العالية في نطق الحروف ونطق الصحيح الإيجابي الذي يدل أن هناك عمل متقن وقائم على آليات وخطط ورؤى ورسالة واضحة جداً، وهذا أعجبني كثير وأشكركم كل الشكر على هذا الإبداع والتدريس. هذه الشهادة أعتز بها. قبل أن أقول لحضرتك أن فوقيتنا في شركة الفرق التعليمية الصف الأولية يكون الطالب سابق إلى قرائه، هل لاحظت الطلاب هنا سواء كنا أولهم ولا نفسهم صغيرهم؟ هذا الكلام أردت أن أقوله من البداية، والله العظيم بدون مجاملة، والله العظيم بدون مجاملة أقول أن الطلاب سبقوا من قبل، ولذلك رأيت هذا الشيء واضح. أنا ذهبت بكثير من المدارس وزرت المدارس سواء كانت حكومية أو أهلية، ولكن لم أرى هذا الإنتاج، لأن الطالب سبق من هم في عمره، وهذا إنتاج وأشكركم كل الشكر. بإذن الله وسلم لذلك يا أستاذ الكريم، وراء من تقدم إلى تقدم، هذا ما أشاهده من المتابعة والتواصل، وهذه من أهم الأشياء الأساسية التي تقدمها بشكل خاص. تواصل الأستاذ الكريم معنا في وضع الظروف والمواصلات والتوقيت والطرق الجميلة الرائعة في عملية تبيين الأمر والتوقيت، وهذا الأمر أعجبني كثير. ما أنتم تواصلتم أنتجتم في البيئة المدرسية وأنتجتم حتى في منازلنا وأيضا تواصلنا، وهذا يعتبر تضامن جميل. بارك الله فيك.